السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة مهمة جدا، وان شاء الله حنتكلم فيها عن الجزر والاشياء اللي لازم نعملها في هذه المرحلة حتى نحصل على انتاج. فاتمنى تابعوا معانا الخطوات بالتفصيل حتى تستفادوا، واتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعملوا اشتراك القناة ولايك للفيديو وتابعوا معانا الخطوات للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه خطوط الجزر اللي زرعناها، مثل ما تلاحظوا امامكم ما شاء الله نمو جيد. وطبعا حتى نحصل على محصول لازم نتبع الخطوات التالية حتى ما نوقعش في الخطأ اللي ممكن يعني يصيب النبات وممكن ما نحصلش على محصول. فإن شاء الله حنتابع كل الخطوات بالتفصيل حتى نحصل على جزر مثل ما تلاحظ أمامكم. طبعا الخطوة الأولى وهي الخطوة المهمة والأساسية إنه إحنا لازم نرفع الخطوط للنبات. يعني مثل ما تلاحظ أمامكم لو قربنا شوية حنلاقي إنه إحنا قمنا برفع الخطوط مثل ما تلاحظ أمامكم حتى يتم تغطية ساق النبات، لأنه طبعا الساق هي اللي حتكون لنا يعني الجزر، ولو إحنا ما رفعناش الخطوط ممكن الساق هذيك يعني تتلف وتصبح خضرة وما تصبحش يعني جزر. فأول خطوة المهمة جدا إنه إحنا لازم يتم رفع الخطوط مثل ما تلاحظ أمامكم. لو لاحظنا أمامكم بهذه الطريقة على سبيل المثال مثل ما تلاحظوا هذه النبات، لو لاحظنا أمامكم لازم يتم رفع الخطوط على ساق النبات مثل ما تلاحظ امامكم بهذه الطريقه. وثاني خطوه واللي هي كذلك مهمه جدا ان احنا لازم نخفف النباتات. يعني مثل ما تلاحظ امامكم لو قربنا حنلاقي انه في تقريبا 5 بذور مثل ما تلاحظ امامكم او 5 شتلات، مسافه ضئيله جدا او ضعيفه. لازم يتم تخفيف النباتات، بنترك مسافه 3 أو 4 سنتي حتى النبات بينمو بشكل اسرع ويعطي محصول كبير مثل ما تلاحظ امامكم. فان شاء الله احنا حنبدا نخفف الشتلات وممكن نزرعها في مكان اخر، فهذه كذلك مهمه جدا حتى نحصل على محصول من الجزر. والخطوة الثالثة وهي الري. يعني في ناس لما تزرع ما تنتظمش في الري، وانه احنا لازم ننتظم في ري الشتلات في هذه المرحلة، انه هذه المرحلة حساسة جدا. فان شاء الله احنا حيتم ري النبات كل 5 أيام لمدة يعني تقريبا 3 أشهر، يعني من البداية لغاية الحصاد بيتم الري كل 5 أيام مثل ما تلاحظ أمامكم. وهذه طبعا كل الخطوات الرئيسية والأساسية حتى نحصل على محصول من الجزر. أتمنى منكم تنشروا الحلقة لأكبر عدد منكم من الأخوة حتى إن شاء الله تعم الفائدة للجميع. ولازم منكم وأطلب منكم يعني تتابعوا الخطوات هذه بالتفصيل حتى تحصلوا على محصول من الجزر، لأن هذه الخطوات مهمة جدا. أتمنى منكم تنشروا الحلقة، ولو عجبكم الفيديو أتمنى يعني تنشروه، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.